رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على النادي الافريقي وبالتحديد قضية ياسين الشماخي بعد المفاجأة اللي ظهرت بنهاية عقده مع النادي الافريقي. على كل شفت تدوينات على صفحات الفيسبوك للعضو السابق للهيئة المديرة للنادي الافريقي فوزي الصغير، حبينا ناخذ اكثر تفاصيل معاه بخصوص القضية وشنو صار في حكاية ياسين الشماخي. معنا بالتليفون فوزي الصغير. سي فوزي اهلا بيك. مرحبا بك اسلام ومرحبا بك في التفاهم. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ ربي يفضلك. والله لاباس يا اسلام، يعيشك. الحمد لله. سي فوزي، حابين ناخذ من عندك التفاصيل بخصوص ياسين الشماخي، شنو صار؟ والله بالنسبه لياسين الشماخي، هو الوضع، هو عنده عقد معناها ينتهي في جوان 2023، وعنده الوضعيه معناها كومبليمون تاع فلوس وكل شيء. الهيئه المديره معناها ما نعرفش ديرنييرمون خرجت في قناه في اذاعه اخرى وقالوا معناها اللي هما معناها ضيعوا الدوسي، معناها تسمع في حاجات معناها ما نعرفش، انا والله ما عادش نحب ندخل في الحكايه هذوما، اللي الدوسي معناها حد 2022، ومن بعد قالوا لا الدوسي لقيناه وكل شيء. حصير الوضعيه، هو وضعيته 2023 تنتهي. بون توا حسب ما سمعت اللي رئيس النادي قعد معاه وسوى الوضعيه تقريبا معناها وتفاهموا تقريبا على الوضعيه اللي هي 2023، وخرجوا بعض الناس يقولوا معناها غلط هاو 2022. حسيلو وضعيه اسلام ما نكذبش عليك ملخبطه برشا، وهما بيدهم معناها الاداره نتاع الهيئه المديره الحاليه، معناها الاداره ما كانتش معناها مواكبه وحاضره على الدوسيات على الدوسي هذايا، ولذا رجعوا تو يظهر لي وصلحوا المعلومه نتاعهم وكل شيء اللي قلته انا كان صحيح، وصلحوا المعلومه اللي قلتها انا. هو اللاعب وقت ما تم الاعلان في العقد نتاعه ظهر لي، شفنا حتى القميص نتاعه معاه، كان في التصويره رئيس السابق عبد السلام اليونس، وكذلك معاه نائب الرئيس نتاعه وقتها حمزه الوسلاتي، والمليون مكتوب عليه 2023، معناها نورمالمون الامور واضحه، ما فهمناش شنو هي اللخبطه اللي صارت. بالضبط اسلام وكل شيء، هما بون ما نعرفش انا، يمكن حسب ما قال مذيع اخر في قناه اخرى قال ضيعوا بين الرفوف، معناها إيه مذيع اخر. سي فوزي ماهوش مصدر من الكلوب، هو خليه يقول شنو يحب المذيع الاخر. اي مش مصدر، لكن هو مكتوب في المصدر، مصدر ماخذه هو، ناكد لك اللي هو عن قلوس يا عبد السلام دي فضل، المصدر ماخذه هو، ناكد لك اللي المصدر ماخذه كل شيء من عند معناها اقرب الناس في الهيئه المديره اللي قالوا له معناها بون هاو لقيناها الدوسي كل شيء. حتى ما نجمش عبد السلام دي فضل باش يقول حاجه ماهيش المعلومه ماهيش عنده. اكيد اتوقع ان المعلومه عنده 100%. ايوه مش من راسه. متفاهمين، نسلموا عليه سي عبد السلام وتحيه ليه. لكن فقط اللي حبيت نفهمه، تنجم تكون معناتها اللي ما صارتش انه باساسيون بين النادي الافريقي والهيئه السابقه والجديده، يتلام الشيء هذا خاصه على الهيئه السابقه باش الهيئه الجديده تكون تعرف الامور نتاعها شنو هي بالضبط، معناها كل دوسي شنو فيه. لهنا الباساسيون ما صارتش، ظهر لي الاشكال الكبير في الحكايه. والله يا اسلام من 2011 النادي الافريقي يعاني في الباساسيون، سواء الامور الماليه سواء الامور الاداريه، هذه وضعيه كارثيه في النادي الافريقي، معناها من سليم الريحي للتسييريه العام سليم اليوسي رئيس النادي الحالي اللي هو يوسف العلمي، معناها الوضعيه هذه قاعدة متراكمه، واخطر حاجه في النادي الافريقي موجوده هي حكايه هالتراكم هذايا والوضعيات هذه. لكن الوضعيه الاداريه راهي موجوده، الماليه يمكن نقول لك وضعيه مش مريقله، معناها مش مريقله، انا الوضعيات ما عملوش باساسيون، اما الوضعيه الاداريه ناكد لك اللي مريقله امورها واضحه، ينجموا كان يمشيوا اللجنه القانونيه نتاع سي يوسف العلمي، كانت تنجم تمشي وتشوف معناها في الاداره غاديك راهم لقاو او اي حاجه اخرى، مشاو للفيديراسيون. اي سيدي نقولوا سيدي الاداره سيدي مش موجود، يمشوا للجامعه التونسيه لكره القدم، كانوا ينجموا ياخذوا معناها كونترا ويشوفوا ثم افنون معناها موجود غاديك، وكانوا ينجموا معناها يحاولوا يلقاوا الحكايه هذه. اما هي الوضعيه يظهر لي انا اداريا ماهيش مريقله بالنسبه لاداره يوسف، يظهر لي الاداره القانونيه ماهيش مريقله، يظهر لي ماهيش تابعه وماهيش لاهيه بالامور القانونيه حسب ما فهمت انا، خاطر من الاول يقولوا لا ومن بعد يقول لك شو معناها؟ معناها الامور الاداريه ماهيش مريقله بالنسبه للهيئه الحاليه، انا راي انا رو. هو كيف ما باه نفهم منك عايش على شنو مبني الكلام هذا، في الوقت اللي نعرفه ظهر الهيئه كي دخلت قات كم كبير نتاع ملفات قامت بتسويتها، ظهر لي برشا ملفات منها جزء كبير منها اللي تم تسويته. اذا كان هذا الكل مش مريقل، على شنو اللي مريقل معناها؟ على اساس شنو معناتها قلت الكلام نتاعك؟ شنو اللي مش مريقل شفته بالضبط؟ اذا انت عندك دوسي مكتوب فيه معناها ياسين الشماخي يوفى الكونترا نتاعو 2033 جوان 2023
وانت معناها ما تعرفش اللي السيد هذا الدوسي نتاعو معناها اللي هو يوفى 2023 وتجي تقول راه الدوسي نتاعو 2022، يعني معناها اداريا ماهيش مواكبين جماعه. تقريبا انا نرى هكا اللي اللجنه القانونيه نتاع النادي الافريقي الحاليه اللي ماهيش مواكبه الوضع. اذا تقول لي انت اذا انت 2023 لازم تصور واضح التصوير واضح كل شيء وتقول لي راه يوفى 2023 2022، يعني الوضعيه ماهيش مريقله اداريا. أنا نقول لك شنو تسوي شنو بربي سامحني يا سليم شنو الوضعية قلت مسوية فين شنو مسويين فاش مسوي الملفات خاصة المشاكل المالية مع الاتحاد مع الملاعبية في الاتحاد الدولي في التاس في المواضيع هذوما تقريبا تم تسوية عدد كبير من الملفات ولا لا 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 أخويا الملفات كلها يا أخويا مسوية تدري مسوية ماهيش مسوية كما تقول أنت كومبليتمون فما كانوا مشاكل كانت تعصف بالنادي منهم قضية الكاميرونيين تم الاتفاق معاهم خذوا جزء من مستحقاتهم ما تسكرش ملف بالكامل لكن قاعدين يربحوا في الوقت هذا نعرفوا على الأقل إذا نقول في الكلام معناها ما الكلام اللي قاله رئيس النادي في الحوار نتاعو الآخر معناها لا لا يا إسلام عايش خويا راهو شوف غلط رئيس النادي خرجوا سابقا يا راهو خرجوا في الصفحة الرسمية وقالوا بالنسبة للكاميرونيين انتهوا إلى الأبد. لا مش صحيح مش صحيح سي فوزي بعد إذن قالوا اتفقنا معاهم على تقسيط المبلغ أبارامون هما أخلوا بالالتزام نتاعهم ممكن فماش فلوس ولا شنو لكن ما تمش الالتزام معناتها بالتسقية اللي تم الاتفاق عليها معناها مش قالوش خلصنا. يا إسلام شوف كي تقول لي أنت تسوية تسويت يلزمك تخرج تعلم الناس تقول لهم راه تسويت وضعية تدريجيا راه عطينا اشتر ومازال اشتر رانا يا ناس اذا ما خلصوش القياس يصير لنا كذا وكذا. الوضوح هو المشكل في النادي الافريقي الوضوح هو ما فماش راهو المشكل في النادي الافريقي هو الوضوح مش موجود جمله نقول لك انا سواء راهو في الهيئات الكل راهو فماش وضوح كلها وضوح ما فماش بكل صراحه فشنو متواضحين بالضبط؟ واضح مش واضحين ما يعطيكش حاجه تطيحها نقول لك انا من عهد التسييريه لعهد عبد السامي اليوسي الوضوح ما فماش مش يقول لك اسمع هذه راهو مريقله سي نقول لك هاهم ريقله وعملناها وقادين وما فما حد شيء تريد فما حد شيء تعمل وذاك علاش من الوقت الحالي التراكم الديون اللي موجوده في النادي الافريقي حاليا كلها اخلالات من الهيئات السابقه واللي موجوده حاليا وباش تتراكم راهو كالعاده وتبدا الامور هي بدا على خاطر عمرها ما صارت اسامبلي عمرها ما صارت محاسبه وعمرها ما صارت في النادي معناها اسامبلي معناها جنرال على اساس باش تعطي التقارير الماليه والتقارير الادبيه هذه ما توجدش لمده 10 سنين اقل 8 سنين يكون 9 سنين الحكايه ذي ما توجدش في النادي الافريقي جمله هو فلان يعطي فلان وفلان يعطي فلان وفلان يعطي فلان وفلان يعمل شي يحب خاطر فلان عمل اللي يحب اللي بعده يعمل شي يحب واللي بعده يعمل شي يحب وما تلقاش محاسب نقول لك انا هو اعلن رئيس النادي فتح باب الانخراطات وفما اسومبلي قاعد تصير في الايام الجاي لا لا ناكدك ما بصير حد شيء عايش خويا ناكد لك هذا بربي اسمع شوف هذا ذران ما على ناس ما نقول لك لا ثم بربي تقول لي انت تو تجيني نهار في مونتاج عامل ماتش اميكال قلت الملعب التونسي معناها عامل مقابله وديه قلت الملعب التونسي نهار في مونتاج وانت عندك اسامبلي نهار في مونتاج ماذا يعني معناها في بصراحه ما نكذبش عليك برشا حاجات مش مريقله شنو دخل هذا في هذا معناها الفريق الملاعبين يلعبوا في ماتش اميكال روحهم الهيئه نحسك اللي متحامل شويه على الهيئه هذه سياسي لا والله لا والله لا انا نحبهم ينجحوا وانا راني ما تكلمت يا اسلام ما تكلمت الا وقت اللي البطوله واقفه عمري ما تكلمت البطوله تلعب والوقت الحالي وخرج يوسف تكلم نحب نوضح انا ما عندي حتى مشكل مع يوسف العلمي يوسف العلمي انا نتمنى له النجاح ونحبه يقطع وما فماش بديل نقول له من توا راك انت باش تقعد رئيس النادي الافريقي اني عمري ما كنت انا عمري ما كنت حامل يوسف العلمي حسيتك من كلامك كانك عندك برشا تحفظات عليه انا شوف تحفظات اللي نقول لك انا نحب التحفظات يا اسلام حاجه بركه نحب كل انسان يكون واضح يعطي قداش ديما الكلمه نتاعي هي قداش دخلنا فلوس قداش علاش تمشي تقول قداش خرجت تقول قداش دخلت ما انت انا صادق يا اسلام وريجل قول يا اخويا انا دخلت 100 مليون وخرجت 200 مليون ما يصيرش اما الكل ماشيين والله خرجنا والله دفعنا والله اعطينا قداش دخلت قداش دخلت يا خويا راه ما دخلش شيء غريب نعطيك مداخيل نتاع النادي الافريقي اللي لمده فتره في غير سلامي في 30 مليار 30 مليار منين جاو 30 مليار منين 28 مليار يكالك براسك 30 مليار منين جاو متأتين من متأتين من المراول متأتين من ملطخات متأتين من من الباسبور متأتين من 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 الناس اللي قصت معناها الاشتراكات نتاعها متأتين معناها من جماعه اوريدو من حمادي بوسبيع من القطريه معناها هذوما فلوس. نقول لك انا باش نعطيك بشرى انا ما يعرفها حتى حد. اعطينا في افريقيا توا حاليا. البارح خويا دخلوا فلوس
مليون دولار، اليوم ما يقارب 3 مليار و800. هنا بصراحه بشره والحمد لله ربي، هنا نجموا نخلصوا الخطيه نتاعنا. وتوا منع انتداب قدرة ربي باش يتفضل. منين؟ منين هذوما؟ هذوما اريدوا خويا صبت الفلوس، قلت اريدوا هذه القطريه صبت القصد الخراني هذا اللي هو مليون دولار ما يقارب 3 مليار و800. احنا هنا تقول لي 4 مليار و800 مساليين، هاو كان عندنا فرضين كما قال رشيد الزمرلي، قال احنا عندنا مليار و600، عندنا مليار و600. رشيد الزمرلي قال مليار و600، المليار و600 هذوما فضلوا منهم، توا احنا خلصنا مليار و200، فضلوا منهم خويا 400 مليون، وعندك 500 مليون نتاع اللطخه الاخرانيه نتاع الملاعبيه نتاع الجمهور، ولا عندنا 900 مليون بلوس 4 300، واليوم عندنا 4 مليار دويت. هنا نجموا بقدره ربي وسحب القدره ان شاء الله خلصنا، نخلصوا الحكايه هذه ونخلصوا الامور نتاع منع الانتداب، وبقدره ربي نجموا ننتدبوا من جمعه جديده. هذوما معلومات، احنا قال مشكل ما عندناش فلوس، هاو دخلت فلوس. هذوما معلومات مؤكده، معناها انت عارف مؤكده اخويا، نعطيك انا تفكرني نهار الاثنين الجاي بقدره ربي تلقى الفلوس في الكونت. شنو عندك؟ تلقى الفلوس في البنك سنترال. عندك اتصالات مع القطريه؟ انا ما نكذبش عليك، عندي اتصالاتي وعندي معلوماتي، انا بدي عندي من القطريه معناها. اي عندي خويا ما يفيد، اللي طول بفلوس في البنك سنترال 3 مليار دويت و100 توانسه موجودين، ونحمد ربي اللي بشرى للجمهور النادي الافريقي اللي الملعب الانتداب باش يتنحى قدره ربي دون دو تروا جور. قدره ربي الفلوس اللي دخلت هذه اللي كنا ناقصين احنا، عم دخلوا لنا الفلوس. نمشيو نخلصوا ملعب الانتداب وننتدبوا خويا ونريقلوا امورنا كل شيء. عندك فكره على ايش؟ واحنا ما عندناش حتى مسكر، راهو ثم ناس تسد الملعب كره هكا جماعه بودينار يحبوا ياكلوا ويلوجوا على السكر ويلوجوا على رواحهم ومصالحهم ويحبوا النادي الافريقي. بعض من الجمهور راهو جمهور العريق من بنقرزال بنزرد، ثم ناس تحب النادي الافريقي مساكن تعطي دمها، وثم ناس هذوك ماك المجموعه القراب هذوك ماك جماعه الفيسبوك هذوك ماك المرتزقه تاع الفيسبوك اللي دبروا في ريوس هذوك مثلين خويا، هذوك هما اللي خلاو الهيئه مدير وخلاو النادي الافريقي عندهم مصالحهم وبس. ايش يهمك هذوك مريتهم تخسر تربح ما يهمهمش، هذوك مصالحهم عندهم مصالحهم، عندهم بنوات عندهم امورهم، عندهم بيع بيع مراور، معناها الناس ما يحبوش النادي الافريقي. وهذا الكل يعرفوا يوسف العلمي راهو ما نجمش، عنده الحق يعرف كل شيء راهو. هذيك مرتزقه ريتهم هذوما يخرج يوسف العلمي مع السراهم جلبه، يخرج عبد السلام اليوسفي من الجماعه الاخرين مع السراهم، يخرج سليم الريح مجموعه الاخرى، معناها النادي الافريقي مجموعات تحب تدبر ريوسها راهي عمرها ما كان خساره جمعيه كبيره كيما النادي الافريقي. الاحباء معناها اللي هي تلم كما قالوا الناس 10 ملايين حبيناها، 10 ملايين مساكن فيهم بعض من الناس 150 واحد 200 واحد هذوما اللي عاملين الفيسبوك، واللي اي كلمه تقولها اسلام يسبوك. جرب انت يقول كلمه في نادي افريقيا تو الناس كل تسبك، مش الناس كل سامح لي المجموعه هذه الدائره هذه. هو سي فوزي تو من عاش في اللايف ستريمينغ نتاعنا، ما عندكش فكره على كميه الكومنتات اللي موجوده، وظهر لي برشا عباد من الجمعيه الافريقي ماهوش عاجبهم الكلام اللي قاعد تقول فيه على الهيئه نتاع النادي الافريقي، خاصه فما حاله رضا كبيره على الهيئه نتاع يوسف العلمي، وكيف فما شويه مش عباد ماليه. يا الهيئه احنا رانا غالطين، هما مساكن ما قلت لك هذوما، احنا راني انا مانيش ضد الهيئه مديره، راني انا راهو مع يوسف العلمي وراني نحبه ينجح وراني معاه، راهو مش فاهمين العباد. انا فما شويه وضوح، هو قال احنا رانا جايين باش ننظموا باش نريقلوا، يا خويا نظم، خرج الحسابات، قول قداش دخلنا، قول قداش خرجنا، قول شوف الناس كيف تفرهد. هاو بتصير اسامبلي، انت تشكك معناتها تقول مش بتصير الاسامبلي، هو الكلام هذا يصير في الاسامبلي، هاو قداش دخلنا وقداش خرجنا. بصراحة ما نعرفش، الوضعية نحسها يلزم قبل ب 15 يوم يا اسلام. تعمل الاسامبلي قبل ب 15 جور، تعطي الناس تقرير مالي باش تقراه وتشوفه تطلع عليه، مش تجي نهار الجلسة تعطيهم. برشا ناس ما تحكيليش على بالكم كومنتير اللي يعملوا هذوكم ريتهم هذوكم جماعه المصالح، جماعه تحب تدبر الريت تريقل امورها، ثم كلوب السيئة من بنقرزيل بنزرت يحبوا النادي الافريقي، ثم ناس تحب النادي الافريقي بالروح بالدم تموت عليها. ما تحكيليش على الناس اللي عندها مصالح ضيقه، هذيك ما نحكيش عليها انا، هذوكم ريتهم يحبوا الاشخاص، هذوكم ريتهم متتمين بالاشخاص، معناها ما يهمهمش في النادي الافريقي، يحبوا مصالحهم هما الخاصه. انا نحكي على جمهور كبير العريق هو اللي يحب النادي الافريقي. هو حتى ال 15 يوم اللي قلت عليهم باش يعطيوا التقرير معناها مازالوا ما وفاو، معناتها مازال عندنا فما الاجل. لا انا قلت انا علمته برا، لازم قبل الجور تعطي للناس باش تقرا وتشوف كل شيء. ونعاود المره الالف يا اسلام، راني مانيش ضد يوسف العلمي، راني يوسف العلمي معناها ولد الجمعيه، وراني نحبه ينجح، نحبه بركه، الشيء اللي قالوه نحبه يطبقوه. احنا رجعناها واحنا جينا واحنا اولادها، يا ما سيرش يا خويا، اعطينا خويا وظف، ما الناس يقولوا ما حاسبوش بقدم، اجا انت يا خويا حاسب على الهيئه نتاعك، ما سيرش،
تبدا نظيف وتخرج بالكدا. قول انا دخلت يا خويا 20 فيفري 2019 2020 انا خويا حاوس اصرف لتوا وخليها مالكم. اعطي روحك اعطي حاجه سمعه به لروحك للجمهور. يا سي فوزي ما فهمتش علاش ما حبيتش تفهمني. قلت لك باش تصير في الاسومبلي كيما يصيرش وقتها عندك حق باش باش ما يصيرش خويا. باهي ما يصيرش خويا. هو غدوة باش تم فتح باب الانخراطات قدام الأحباء، وأي حد يحب يحاسب سواء أنت ولا أي حد من سواء مسؤول قديم ولا من جمهور الكلوب يمشي ياخذ الانخراط نتاعو ويمشي يحاسب في الهيئة. هاو دخلت 30 مليار ولا 60 مليار بعدين هكا ولا؟ إي فوالا ما يسالش ماذا بيا أنا؟ ماذا بيا نطلع غلط؟ وماذا بيا بكلامي أنا يطلعوا خويا حاسبوا وعملوا ورجلوا وكل شيء ياخذوا ما يقولوش. عمري ما كنت شك فيهم. ان شاء الله يا رب يخرج حسابات بريد لكل شيء ويخرج اخويا فافوري وما عندي حتى مشكل ويواصل ويكمل. ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه. وما فماش بديل في النادي الافريقي. ونعطيه كان يعطيه الصحه اللي شد هو وبارك الله فيه للتوا هو وشادد. او نقول لك انا من الاخر ما نسمعش انا كلامك. العباد هذوكم اللي يتكلموا توا والناس هذوكم اللي عاملين وحاسبين روحهم يحبوا النادي الافريقي ديما نرجع لك يا اسلام. نقول لك هذوما راهم ريتهم عندهم مصالح ضيقه. أنا ويوسف يعرف راهو الله غالب مغلوب على أمره يعرف اللي هذوك الناس كلها حاسينه بربي. يا سلام نقول لك حتى شيء. أنا نقول لك حاجة برك بالنسبة لي أنا ريتني عندي وضعية في النادي الإفريقي هو المحاسبة قبل ما يكون عضو هيئة مدير وتعرف متعديين أنا يا عبد السلام. سلام خويا أختي اللي كان عبد السلام أنا عضو هيئة مديرة وضد الهيئة مديرة أختي اللي غالطة. أنا وعام وثمانية سور ساكت توا فترة تاع ركود تاع شامبيونار وفما شامبيونار مريقلة هذاك علاش نتكلم توا. فترة ذي نتكلم فيها بركة راهو. معناها تطالب انت بالتقارير المالية والشفافية. هذا اش حبيت فهمت من كلامك. انا ريتني يا اسلام راني معاه ومع يوسف العلي وما عنديش حتى مشكل. انا نحب ريت الشفافية ونحب المحاسبة وتعطيه قداش دخلنا وقداش خرجنا لمدة عام وثمانية شهور شدتهم توا ما يسالش ماهوش عيب راهو. واضح. يا اخي كي نطلب انا نولي خايبة كي نطلب الحق ونقول اعطوني هذوما نولي انا ما ضد الهيئة المديرة ومانيش باهي ولا ضد هذوما ولا ما نحبش وما نحبش النادي الافريقي. هو انا من عام 73 يا استاذ خويا في النادي الافريقي. انا عندي قريب 50 سنة في النادي الافريقي قبل هذوما نشوف فيهم الكل. قبلها من الكل انا في النادي الافريقي. هو في سي فوزي كان تكلمت نهار 19 جويليا يمكن نمشي معاك في الكلام لكن نهار 20 جويليا كان هبط بلاغ معناها على الصفحة الرسمية فيه المواد نتاع الاسومبلي وفيه معناتها الامور واضحة معناها معاك يا اسلام. هذا الكل ريت وقع هذا الكل وقع باهي بارك الله فيه. بس سيدي ما يسالش يا سيدي على الاقل انا تكلمت خلينا نعملوا حاجة على الاقل نعلمهم من طوي حضر روحهم يا خويا اعمل اسومبلي وريق الامور وقداش دخلت وقداش خرجت فلوس وهايش عندي فلوس ما يسالش ايش بيعيب هو باش تمشي تقص الانخراط نتاعك ان شاء الله. شكرا يا خويا. قلت لك باش تقص الانخراط نتاعك ان شاء الله. قدرة ربي علاش لا؟ ان شاء الله باش تكون موجود في الاسومبلي بالطبيعة. ان شاء الله بقدرة ربي يكون علاش لا؟ واضح. دونك اهم حاجة ظهر لي قطيت الاخبار لحباء النادي الافريقي بخصوص الفلوس نتاع القطرية اكدت انهم وصلوا صحيح معناها اي وصلوا الفلوس. نقول لك انا هذه نعطيك من المصدر الموثوق به خويا. الفلوس وصلت 3 مليار دوات و100 خويا دخلوا البنك سنترال والفلوس هذوما نجموا خويا نحيوا بهم منع انتداب. وراهو كي نتكلم هكا راني ضد يوسف العلمي راني مع يوسف العلمي. في اعتقادك علاش ما تمش الاعلان حتى لتوا؟ مازالوا في بنك سنترال. لا 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 هيئه مديره راهو يحتمل هيئه مديره ما تحبش تقول حتى يوصلوا للكونت بتاع الكلوب. يحتمل هما نهار اثنين يعلموا راهو ما تنجمش راهو تقول هكا راهو ينجم نجم رئيس النادي راهو نهار اثنين خاطر امور اداريه تو في البنك سنترال. انا سبقت الحدث وكل شيء وتكلم. اما نجم يوسف العلمي نهار اثنين يقولوا توا اوفيسيال دخلوا الفلوس عنده الحق هو مادام مازال في بنك سنترال ينجم رئيس العلمي يقول لك انا الفلوس مازالت ما جاتنيش انا مازلت دخلتيش البنكه نتاعي في البنك سنترال هذيك بنك سنترال نتاع الجمهوريه التونسيه الكل نتاع البنوك الكل وكلامه راه يبدا يكون صحيح. انا نجم نهار اثنين يخرج هو يقول صحيح عامل فلوس توا دخلوا ويبدا كلامه صحيح قانونيا راه خاطر توا انا سبقت الحدث هو يحتمل يعرف اما مازالوا ما جاوش في يديه كي مازالوا ما جاوش في يديه عنده الحق يقول لك انا فلوس ما جاتنيش في البنك سنترال هذيك براحتي على البنك سنترال تكلم على روحك فوز الصغير الصباح. اما انا وقت اللي يدخلوا لي نقول هم دخلوا رد بالك زاد هذه انا سبق حدث حبيت معناها نقول جمهور النادي الافريقي راهو الوقت الحالي قدرة ربي ان شاء الله نرفعوا منع الانتداب من هنا لاربع خمس ايام اخرين. هذا هو اللي حبيت نوصل المعلومه. هذا حدث برك اكيد حاجه مهمه للنادي الافريقي حاجه مهمه ياسر النادي الافريقي خاصه انه الرئيس قال معناتها لما حنوا في الفيديو كان قال صعيب معناها لكن بالمستجد الجديد اللي صار نتصور حاجه مهمه انه يتم رفع من الانتداب والملاعبيه حاجه مهمه برشا احنا نقصينا الفلوس هذوما ربي سبحانه وتعالى وجابهم لنا واضح.
يعطيك الصحة، شكرا لك سي فوزي على تدخلك معنا، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الافريقي في الايامات القادمة. فير بلاي متواصلة حتى الخمسة ونص بعد شوية، اخر جزء من حصتنا اليوم.